أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. تركيا تقلص مدة تنفيذ اتفاق منبج إلى 90 يوما بدلا من الأشهر 6. ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يقول إن تركيا تعتبر تعتبر جبهة أمامية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الناتو أمام الكارثة السورية التي تسبب بها بشار الأسد بدعم من الروس والإيرانيين. هل سيكون الاتفاق اتفاق منبج بداية جديدة للعلاقات التركية الأمريكية؟ ولماذا تتضارب التصريحات التركية الأمريكية حول تنفيذ خارطة الطريق؟ وكيف سيكون مصير الوحدات الكردية في عموم سوريا؟ حددت تركيا مدة 90 يوما لتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مدينة منبج، فيما أعلن مجلس منبج العسكري أنه لن يقبل بأي انتشار للجيش التركي داخل المدينة. من جانبها اعتبرت قاعدة حميميم الروسية أن الاتفاق الأمريكي التركي حول منبج باطل على جميع المقاييس. نتابع معا التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. خطوة لإحلال الاستقرار في منبج بطريقة مقبولة لجميع الأطراف، هذا ما وصفت به الخارجية الأمريكية اتفاق بلادها مع تركيا على خارطة طريق تقضي بإخراج قوات يابيغي من مدينة منبج. بعدما كانت تركيا قد حددت مدة تنفيذ الخطة الأمريكية التركية بستة أشهر، أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ عن فترة 90 يوما لتنفيذ الجدول الزمني ذي الخطوات الواضحة وفق وصفه. بوزداغ شدد على تطهير كامل منطقة شرقي الفرات من عناصر بيادي التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، مفضلا أن يكون التطهير عبر تسوية سياسية. إننا في مجلس منبج العسكري نؤكد أننا قادرون على حفظ أمن مدينة منبج وحدودها ضد أي تهديدات خارجية، ونذكر تركيا التي تحاول فرض سياساتها على المنطقة وتتجاهل الأمان والاستقرار الذي تعيشه منبج. مجلس منبج العسكري بيّن أنه لن يقبل أي انتشار للجيش التركي، فيما أوضح المتحدث باسم المجلس لرويترز أنهم ينتظرون توضيحات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن تفاصيل الاتفاق، لأن المجلس لم يبلغ رسميا بآليات خريطة الطريق المتفق عليها. قاعدة حميميم العسكرية اعتبرت أن الاتفاق الأمريكي التركي باطل بكل مقاييسه، مشيرة إلى أنه تم بين دولتين تفتقدان الشرعية بوجودهما على الأراضي السورية. تصريحات حميميم عارضها الائتلاف الوطني الذي رحب عن طريق رئيسه عبد الرحمن مصطفى بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، معتبرا أن هذه العملية ستسهم في عودة اللاجئين إلى المدينة. بانتظار التطبيق على الأرض يدور السؤال، هل الاتفاق مجرد انتصار للدبلوماسية التركية دون أثر فعلي داخل منبج وفق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض ديرار، أم ستكون له نتائج ذات أثر بالغ؟ وينضم إلينا للنقاش في حلقة اليوم الأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي من باريس عبر سكايب، والسيد قحطان الشرقي المحلل السياسي من إسطنبول عبر الهاتف. أبدأ معك سيد أحمد، أهلا بك طبعا مجددا على شاشة حلب اليوم. الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار يقول إن تركيا تبالغ بخصوص الاتفاق حول منبج، وإن الاتفاق ينص على انتشار قواتها على حدود منبج فقط دون دخولها. ما مدى دقة هذا الأمر؟ طبعا لازم السادة المشاهدين يعرفوا مين هي قوات سورية الديمقراطية أو قسد. هي لا هي قوات ولا سورية ولا ديمقراطية، لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بسوريا، وهي ميليشيا تنظيم إرهابي كردي تركي، هو البيكيكي الكردي التركي، يحتل حوالي ربع الأراضي السورية وثلثي الثروات، كل النفط وكل الغاز تقريبا، ونسبة كبيرة جدا من مياه سوريا تشمل دجلة والفرات والخابور والبليخ، إضافة إلى نسبة عالية جدا من القمح والقطن. فإذا قوات سورية الديمقراطية أو قسد هي تنظيم إرهابي كردي تركي وليست سورية بأي شكل من الأشكال،
وكل منطقة يحتلها كما شاهدنا في الرقة وغير الرقة يرفعون صور عبد الله أوزلان وهو تركي كردي تركي متهم بالإرهاب وموجود في السجن وهو تنظيم ستاليني إرهابي. فإذا هؤلاء الإرهابيين الأجانب يحتلون ربع الأراضي السورية، يحتلون الآن الرقة، الطبقة، تل رفعت، منبج، تل أبيض، وأجزاء من محافظة دير الزور. طيب فإذا لو سمحت لي أعتذر، يعني بالعودة إلى الاتفاق، يعني إلى الآن الاتفاق هنالك يعني عدة تصاريح من عدة أطراف، من الجانب الأمريكي هنالك تصريح، ومن الجانب التركي هنالك تصريح، من قوات قسد أو من ما يسمى المجلس العسكري هنالك تصريح. هل لديكم معلومات سيد أحمد عن يعني كيف ستدار الأمور؟ هل بالفعل مثل ما قال رياض الدرار القوات التركية لن تدخل، هي ستبقى على الحدود؟ الاتفاق نحن لسنا طرف فيه للأسف. الاتفاق أمريكي تركي، ولكن عندنا ثقة تامة بالطرف التركي لأنه نحن حلفاء وشركاء بالدم في منطقة درع الفرات شمال محافظة حلب وفي منطقة أفرين وفي أجزاء واسعة شاسعة من محافظة إدلب، كل إدلب وأكثر شوي من إدلب. نعرف تماما لأنه حليفنا التركي يريد أن تكون شمال سوريا كله خالي من هذا التنظيم ومن بينها منبش. يعني الوقت أحيانا عم بيكون بطيء، عم بياخذ مفاوضات وأخذ ورد وأخذ ورد مثل ما حصل في إدلب ومثل ما حصل في عفرين، ولكن في النهاية حصل التالي، هو أن يتحول شمال سوريا كله من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة يسيطر عليها الجيش السوري الحر بالتحالف مع الجيش التركي الذي وجوده شرعي في هذه المنطقة لأنه مدعو من الجيش السوري الحر ومدعو من الائتلاف الوطني السوري، مدعو من المعارضة السوري. نعم. من المعارضة السورية، من الشعب السوري، إضافة إلى أن القانون الدولي يسمح له بهذا التدخل. طيب. بخلاف ما يقول ميم وما يقول رياض وما بعرف مين. نعم. القانون الدولي يسمح له بملاحقة الإرهابيين والPKK اللي مغطى باسم قوات سورية ديمقراطية. طيب. تنظيم إرهابي لا شك في ذلك، من حق تركيا أن تلاحقه داخل الأراضي من أجل الحفاظ على أمنها القومي. طيب إضافة إلى معاهدة ما بين الدولة التركية والدولة السورية تسمح لتركيا بالدخول إلى الأراضي السورية لملاحقة الإرهابي. نعم، أرجو أن تبقى معي واسمح لي أن أنتقل للسيد قحطان. سيد قحطان، يعني رياض درار أيضا أكد على أن منبج ستدار من قبل مجلس منبج العسكري، هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ من الذي سيقوم بإدارة المدينة بشكل تام، إن كان بشكل تام، إن كان مدنيا أو حتى أمنيا عسكريا؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ أحمد. سيد العزيز، بالنسبة لمدينة منبج وإدارتها ومن مخول هو بإدارتها، يعلم الجميع أن لو كان هناك هذه الإدارة الموجودة الآن، الإدارة الحالية، لو كانت مقولة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العشائري، لكان هناك رجع عشرات الآلاف من المهجرين. حقيقة هذه النقطة مقيبة نريد أن التركيز عليها. هناك عشرات الآلاف المهجرين من أبناء منبج، سواء من أبناء الشيوخ أو مناطق صرين، وهذه الفرة. فحقيقة لو هذه الإدارة تمتلك جزء من الشرعية لرجع هؤلاء المشردين من أبناء هذه المناطق. النقطة الأخرى سيدي، عندما يتكلمون من سيدي المنبج، الأولى بإدارتهم أهلها سواء الموجودين في تركيا أو في مناطق الفرات أو مناطق الأخرى، هم الأولى بإدارتها لأنهم هم من حروها بالأساس. إذا كنا نريد أن نزاود على بعضنا فالآخر يميل إلى الإدارة أو إلى التحالف، الآخر يميل إلى التركي، لن نصل إلى حلول. يجب أن تعلم الإدارة الحالية، وأنا أخص بالذكر يعني مجلس منبج العسكري، نحن نعلم من يقود هذا المجلس ونعلم من يدير هذا المجلس سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الأمني، وجميع البيانات التي صدرت قبل أيام عن انسحاب ما يسمى البيتي والبيكيكي، هذه تصريحات لا تغني ولا تسمى من جوع. نحن نتحدث عن أرض الواقع، أرض الواقع لم يتغير شيء،
يجب أن يدرك الجميع ويجب أن يكون هناك حكمة في التعامل مع ملفة المدينة نمبج ذات الغالبية العربية، 95% من أهلها من العرب، ويجب أن يعلموا هذا الأمر. يجب أن نبتعد قليلا عن أي حساسية ربما ستجلب صراحة ويلات لأبناء المنطقة من عرب وكرد وغيرهم في حال تمسكت هذه الإدارة بالتحالف واستندت إليه. يجب أن يستندوا إلى الشرعية التي مفهوم التي يقررها أهالي منبج سواء في الداخل أو في الخارج. طيب سوف نذهب إلى فاصل قصير، أرجو أن تبقى معي، وأيضا سيد أحمد كامل أرجو أن تبقى معنا. مشاهدينا أنتم أيضا لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. ولكل من انضم إلينا الآن، نتحدث عن الاتفاق التركي الأمريكي بشأن منبج وتضارب بعض التصريحات وتفاوت المدة الزمنية بين تصريحات الجانب الأمريكي وتصريحات الجانب التركي، وأيضا هنالك تصريحات مهمة لوزير الداخلية الأمريكي أو وزير الدفاع الأمريكي أعتذر ماتيس عن هذا الاتفاق وعن الدور التركي في المرحلة القادمة. معنا السيد أحمد كامل الكاتب الصحفي من باريس عبر سكايب، والسيد قحطان الشرقي المحلل السياسي عبر الهاتف من اسطنبول. أعود إليك سيد أحمد، مرحبا بك مجددا. يعني هنالك بالفعل تصريحات هامة لوزارة الدفاع الأمريكية صرحت بأن تركيا هي الجبهة الأمامية لحلف الناتو في سوريا. هل يعتبر اتفاق منبج برأيك هو بداية ربما لعودة العلاقات، علاقات استراتيجية ربما فيما يخص الشأن السوري بين واشنطن وأنقرة؟ هناك مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عدم تجانس الإدارة الأمريكية. هناك من يقول كلام بهذا الاتجاه الذي تحدثت عنه، باتجاه تنسيق وتعاون أمريكي تركي وعودة الدفء إلى العلاقات ما بين الدولتين. وكما نعلم أمريكا هي الجيش الأول في حلف الناتو وتركيا هي الجيش الثاني، الجيش رقم 2 في حلف الناتو. منطقيا عقلا ومنطقا وسياسة ومصلحة يجب أن يكون الطرفين على خط واحد، ولكن هذا لا يحصل. في فترة الرئيس الأمريكي غير المأسوف عليه باراك أوباما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطعن تركيا في الظهر كل يوم، وخاصة في الشأن السوري. الآن الوضع أفضل قليلا بعد تولي الرئيس ترامب، ولكن لم يصلح الأمر 100%. فإذا تركيا تنتزع تلك المناطق مع الجيش السوري الحر انتزاعا وبصعوبة، مرة من الإيراني ومرة من الروسي ومرة من الأمريكي، ورح يجي بعد فترة انتزاع من الفرنسي. فإذا هي مفاوضات صعبة معقدة، وفيها كثير من الكلام الذي يقال ولا يقصد به الحقيقة. يعني لما بنسمع الأمريكي عم بيقول نحن حبايب ونحن حلف ناتو ونحن، ربما يكون هذا مؤشر على شيء حقيقي، وقد يكون مؤشر مجرد كلام لا يؤشر على شيء حقيقي. أنا لا أطمئن على منبج إلا عندما أرى مرفوعا عليها علم الجيش السوري الحر، وأرى فيها القوات الجيش السوري الحر مع قوات التركية الحليفة والشقيقة والصديقة والجارة لنا. نعم، طيب سيد أحمد، يعني كيف تفسر اختلاف التصريحات التركية الأمريكية فيما يخص هذا الاتفاق؟ يعني البارحة تركيا كانت تتحدث عن من 10 أيام إلى 6 أشهر، اليوم قلصت الفترة على ما يبدو إلى 3 أشهر. واشنطن تتحدث أن 6 أشهر غير كافية وهنالك إجراءات ربما تأخذ أكثر من 6 أشهر لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. الشد والجذب
والفارق ما بين الكلام العلني الرسمي وما بين الحقيقة. يعني في قلبها أمريكا تفضل الأكراد، تفضل البيكيكي، تفضلهم، ولكنها مضطرة لاعتبارات لها أول ما لها آخر أن تراعي تركيا. فإذا أمريكا مرغمة لا تحب أن تفعل ذلك، ولكنها مرغمة على فعل ذلك، ولذلك هي تماطل ولآخر لحظة تتظل تلعب ولا تكون مخلصة. أنا لا أصدق ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية حتى أراه على الأرض كما قلت قبل قليل، لأن النوايا ليست سليمة تماما. هي أفضل بالتأكيد، إدارة ترامب أفضل من إدارة أوباما بكثير بكثير جدا، ولكن الأمر ليس للرئيس ترامب. في مؤسسات قوية جدا في الولايات المتحدة، في وزير الدفاع موقف سلبي من الشعب السوري وموقف سلبي من تركيا وزير الدفاع الأمريكي. نعم، أرجو أن تبقى معي. أنتقل إليك سيد قحطان. سيد قحطان، يعني نشهد في فترات متلاحقة تصفيات لخلايا قصد داخل مدينة عفرين بعد تحريرها من قبل قوات الجيش الحر، بالاعتماد طبعا وبدعم من الجيش التركي، وعلى الرغم من أن تركيا يعني سيطرت بشكل عسكري ومشطت المنطقة بالكامل، وأيضا نشهد تفجيرات وخروقات أمنية كبيرة في مناطق درع الفرات في جرابلس مثلا وفي الباب عبر مفخخات طبعا قادمة من مناطق قصد. كيف سيستقيم الحال في منبج إذن، وعلى ما يبدو أنها يعني بحسب الاتفاق لن يكون مسيطر عليها بشكل كامل من الجانب التركي كما هو الحال في مناطق درع الفرات وعفرين؟ نعم، سؤال جميل جدا سيد العزيز. بالنسبة للوضع، أنا أعتقد أن الوضع بين المناطق التي ذكرتها ومدينة منبج مختلف تماما. في هذه المناطق حصل هناك تغيير، يعني صراحة بعض التغيير الديموغرافي في السكان، وهناك خصائص كثير غير منضبطة في هذا الأمر. استغلت الفوضى الحاصلة، لم يعني تلتزم بالقوانين والمرعية أو من خلال أو تلتزم بتعليمات القوات العسكرية سواء الشرطة العسكرية أو القوى الأمنية. الأمر مختلف تماما في منبج. نحن لا ندرك سيد العزيز حتى الآن منبج لم تشهد أي تغيير ديموغرافي، ربما استقبلت بعض النازحين من مناطق أخرى، لكن أساس السكان الأساسيين لم يتغيروا أو لم يهجروا. فهذه النقطة أنا هنا أروح إلى قوى أخرى موجودة الآن في منبج، ربما سيكون لها دور أساسي، وهي قوى العشائر. نحن نعلم سيد العزيز في مدينة منبج يشكل العشائر 99% من نسبة أهالي المدينة، البالغ عددهم أكثر من نصف مليون نسمة. فلذلك من الطبيعي عندما نتحدث عن منبج وعن إدارة مدينة منبج سيكون الأمر مختلفا تماما عن هذه عن المناطق الأخرى. هذه نقطة. النقطة الأخرى سيدي لو سمحت لي، عندما نتحدث اليوم عن الإدارة، اليوم كان في هناك زيارة للمبعوث الخارجية الأمريكية ويليام روبوك إلى مدينة منبج، أوصل رسالة لمجلس منبج العسكري أن مدينة منبج يجب إدارتها من طرفي النزاع، والمسميين في هذه النقطة هم الجماعات المحسوبة على أو الميليشيات المحسوبة على التحالف والقوات المحسوبة على تركيا. أوصلت رسالة لهم أنهم خلال شهرين، وهذه التزام الإدارة الأمريكية السابقة في العام 2016 عندما تمت السيطرة الكاملة على مدينة منبج، كان هناك اتفاق يقضي بانسحاب هذه القوة من مدينة منبج خلال سنتين. وعندما تتحدث تركيا عن شهرين لتسجيل هذا الاتفاق فهي تعلم تماما. ما مدى إمكانية ذلك سيد قحطان؟ نعم، ما مدى إمكانية هذا الأمر؟ هناك خيارات أخرى ستفرض على الساحة في حال لم تلتزم القوة الموجودة في منبج بهذا الاتفاق، ونحن ندرك تماما أن السياسة الأمريكية تعيش حالة مثل ماذا يعني مثال؟ وسائل عسكرية. نحن نعتقد أن وسائل عسكرية هذه إحدى الاتفاق أو هذه إحدى بنود الاتفاق التي اتفق عليها ما بين الطرفين التركي والأمريكي، أنه لا تدخل أي قوة إلى مدينة منبج خلال عامين من السيطرة على المدينة. فلذلك
هناك قوة طيب. الآن من أبناء مدينة منبج من فصائل أخرى موجودة في درع الفرات، قوة عسكرية بالآلاف. طيب دعني أعود إلى السيد أحمد. سيد أحمد، يعني بسؤال أخير لحضرتك قبل أن نودعك، يعني هنالك سؤال يدور ببال الكثيرين ربما، ألا يمكن للنظام ومعه الروس أن يدفعوا تركيا للخروج من المناطق التي دخلت إليها تركيا من درع الفرات إلى منبج الآن فرضا، ليتكرر مع فصائل الجيش الحر ما حدث ويحدث مع قصد اليوم والوحدات الكردية؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تركيا ليست PKK المغطى باسم قسد. قسد يجب أن يعرف السادة المشاهدون بأنها قوات كردية تركية وليست قوات سوريا الديمقراطية. هذا اسم غشاش فيه تضليل للناس. تركيا تمارس السياسة بأصولها. عندما وافق الروس على دخول الأتراك والجيش السوري الحر إلى درع الفرات وإلى إدلب وإلى عفرين، لم يكن هذا يعني هدية، كان صفقات وحسابات معقدة تشمل الاقتصاد. عندما حصلت المقاطعة الاقتصادية ما بين روسيا وتركيا، تعبت تركيا وتعبت روسيا وتعبت روسيا. فإذا روسيا قبل أن تقول لتركيا تفضلوا اطلعوا برا، بدها تعرف أنه في له هذا الأمر نتائج اقتصادية. في صفقات سلاح بدها تلغيها تركيا، وهذا أمر ما بتقبله روسيا، ما بتتحمله أصلا. هي فرحانة جدا أنه دولة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو يشتري من عندها صواريخ S-300 و-S-400، هذا بيدخل في الحسبان. لا. إضافة إلى قدرة تركيا على إزعاج الروس في سوريا، في كل سوريا من أقصاها إلى أقصاها. فالموضوع لما روسيا وافقت ما كانت مجانا، ما كانت هدايا، وإنما كانت نتيجة حسابات، وهذه الحسابات ما زالت قائمة. ما زالت المصالح الاقتصادية ما بين البلدين كبيرة، ما زال الرغبة بأنه لا تخرب تركيا أو تغير في المشهد اللي عم يترتب الآن، ما زالت مصلحة كبيرة جدا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد كامل، كنت معنا من باريس عبر سكايب، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. أختم معك سيد قحطان بأقل من دقيقة، يعني منتصف العام الماضي حذر روبرت فورد، وهو آخر سفير للولايات المتحدة الأمريكية داخل سوريا معروف لكل السوريين، حذر قصد من أنهم يعني سوف يدفعون يوما ما ثمن ثقتهم بواشنطن بالأمريكيين. هل تعتقد أن هذا الأمر بات واقعا على الأرض اليوم؟ نعم، ونحن كنا ندرك أيضا ذلك سيد العزيز، عندما كنا نقول أن من يراهن على الإدارة الأمريكية ويراهن على النظام ويراهن على الأطراف الدولية ولا يراهن على الشعب السوري سيخسر. والآن باتباع هذه السياسة سواء في مدينة الرقة أو سواء في مدينة منبج أو المناطق العربية المحتلة في الريف الشمالي، هذه السياسة المتبعة من ميليشيات سوريا الديمقراطية سوف يكون الخاسر الأكبر. أنا لا أتحدث أكثر من ذلك، سيكون الخاسر الأكبر على المدى القريب، وسنرى ذلك. هناك تنفيذ اتفاقيات سياسية ما بين واشنطن وأنقرة شرق الفرات، وليس أنا لا أتحدث عن غرب الفرات، أتحدث أيضا عن شرق الفرات. شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت تماما. السيد قحطان الشرقي المحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدين الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم مني كل المحبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.